السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي. هنشرح لسن 1 في يونت 1 من كتاب المعاصر. ان شاء الله انا هشتغل معاكم من كتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت وكتاب جيم. نظامي بشرح كل درس لوحده من كل كتاب، وبنزل حل أسئلة كل درس لوحده برضو من كل كتاب، يعني ماشي معاكم درس بدرس وصفحة بصفحة. اسم القناة على اليوتيوب الإنجليزي وجماله. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 1 بعنوان We plant our food يعني نحن نزرع طعامنا. هندخل على كلمات listen 1. listen 1 بعنوان food and drink. food and drink يعني الطعام والشراب. look listen and repeat. انظر استمع وردد. اتمنى يا حبايبي ترددوا ورايا. repeat after me. full beans. لازم نحفظ الكلمات نطق وسبيلنج. علشان نحفظ الكلمات سبيلنج بنقسم الكلمة، يعني مثلا beans beans كده قسمنا الكلمة لجزئين beans. بنفضل بقى نكرر في الكلمة بتركيز لعند لما تثبت في ذهننا. full beans بيض eggs جزر carrots حرف السي بينطق كي carrots شوكولاتة chocolate جوز هند coconuts ليمون أصفر lemons الليمون الأخضر بقى أو الليمون الحامض بنقول عليه limes بصل onions أناناس pineapples بعد كده اكسترا فوكابلري المفردات الإضافية مفضل favorite دجاج chicken mango حديقة خاصة garden زي حديقة المنزل كده garden سوق market قليل little صحي healthy غير صحي unhealthy شجيرة bush طازج fresh بعد كده جزع أو عرق vein أرض ground بعد كده عندنا regular verbs الأفعال المنتظمة والأفعال الغير منتظمة. يجمع collected يزرع planted يحب loved يعتقد. بعد كده بقى regular verbs أفعال غير منتظمة. يعتقد think thought يأكل eat يملك have has had ينمو أو يزرع grow grew يبيع sell sold يشتري buy bought بعد كده عندنا important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامة. هذا سهل that's easy في السوق at the market يعني في تأتي قبل الأماكن الصغيرة لكن in حرف جر بمعنى في يأتي قبل الأماكن الكبيرة. هنا بقى في السوق at the market ينمو على الأشجار grow on trees في الحديقة in the garden احنا قلنا الغرف اللي موجودة في المنزل والحديقة بياخدوا حرف الجر in. كل شيء على ما يرام it's okay على الأرض on the ground بعد كده read and complete the sentences with words from the books. اقرأ وأكمل الجمل بكلمات من المربع. بقرأ الجملة وترجمها وشوف ايه الكلمة اللي ناقصة في كل جملة وبكملها.
نمبر 1 اي باي فريش فيجيتابلز ات ذا ماركت، انا اشتري خضروات طازجه في السوق. نمبر 2 رابتس، رابتس يعني الارانب، رابتس فيفورت فود از كاروتس، يعني الطعام المفضل للارانب كاروتس الجزر. بعد كده نمبر 3 اتس شوكليت از ديليشس، الشوكولاته تكون لذيذه بط ولكن نوت هيلثي، ولكن ليست صحيه. نمبر 4 they raise chickens to get fresh eggs every day، هم يربوا الدجاج لكي يحصلوا على بيض طازج كل يوم. نمبر 5 the coconut is a fruit with a hard shell، يعني جوز الهند عبارة عن فاكهة ليه قشرة صعبة يعني تبقى ناشفة كده، and white inside ولونه أبيض من الداخل، يبقى ده جوز الهند. بعد كده بقى جزء الريدنج، بيقول لي listening and reading الاستماع والقراءة، listen read and role play استمع اقرأ وتبادل الأدوار. هنا عندنا اتنين بيكلموا بعض، هنشوف بقى ايه الحوار اللي دار ما بينهم. الكاركترز اللي معانا فريدة ودينا. مين اللي بدأت الكلام؟ دينا بتقول لي فريدة what's your favorite food؟ فريدة ما هو طعامك المفضل يا فريدة؟ ردت وقالت that's easy، هذا سهل، it's chocolate، انها شوكولاتة. فدينا بتقول لها I love chocolate too، انا احب الشوكولاتة ايضا، but ولكن it isn't healthy، لكنها ليست صحية. is it أليس كذلك؟ ردت وقالت I think، أنا أعتقد it's okay to eat a little، أنه من الجيد تناول القليل منها، but yes لكن بالفعل it is unhealthy if you eat a lot، لكن بالفعل من غير الصحي أن تأكلي منها كثيرا. فبعد كده تقول لها what's your favorite healthy food، طب ما هو طعامك الصحي المفضل؟ هتنا بقى حاجة صحية. ردت وقالت oh I like chicken and I like fish، أنا أحب الدجاج وأحب السمك، but my favorite is mango، لكن المفضل لدي هو المانجا. We have a mango tree in the garden، لدينا شجرة مانجا في الحديقة. بعد كده قالت لها هي I love mango too، أنا أحب المانجو أيضا. We don't have a mango tree، ليس لدينا شجرة مانجا. We have a lime tree and a lemon tree، لدينا شجرة لايم الليمون الأخضر وشجرة ليمون أصفر. بعد كده فريدة قالت لها ايه My uncle grows onions، يعني عمي يزرع البصل and potatoes والبطاطس. He has chickens too، لديه دجاج أيضا. He collects fresh eggs every day، هو يجمع البيض الطازج كل يوم. Sometimes أحيانا أو في بعض الأحيان he sells them at the market، هو يبيعه في السوق. بعد كده بقول لي how we grow lemons، كيف نزرع الليمون. هنا بقى بقول لي مراحل نمو شجرة الليمون، من أول ما بنضع البذرة لعند لما بيبقى عندنا شجرة ليمون زي كده، بنبدأ بقى ناخد الليمون من الشجرة وفي الآخر بنستخدمه بقى، ممكن نعمل بقى عصير، ممكن بقى نحطه على الشوربة على حسب. هنا البنوتة الحلوة دي بتعمل عصير من الليمون اللي جابته من الشجرة. وكده يا حبايبي بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.